في ايه يا وليد؟ ايوه علي، محتاجك قوي علي جنبي. خطيبتي قفش عليا ما بتردش من ساعه لما سافرت. ما هتلاقيك خانقها طبعا يا ابني، البنات دول اغلب من الغل، وبعدين انت معاك واحده كنز مش هتلاقي زيها. بعدين دي هبله وعبيطه، هبله وعبيطه. ماشي، طب يلا روح انت وابقى طمني. سلام. مع السلامه. هي مين دي اللي هبله وعبيطه؟ انت هبله وعبيطه. وليد ده بني ادم مفيش منه، واديكي شايفه هو بيحبك ازاي. ده طول اليوم قرفني، رايحه فين جايه منين؟ بني ادم غيور ومقرف. لا 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 لا، ما تغلطيش في عز اصحابي. صحابي خط احمر يا ندى. علي، ما هي طالعه ورايا ومعاها سلاح وشكلها ناوي على الشر. يا نهار اسود يا نايم. لو فتحتي بقك هنتخرم كلنا. حبيبتي روحي، وحشتيني. هي فين؟ هي مين؟ البنت اللي معاك. أنا شامة ريحة واحدة. يا ماهي على هزارك، واحدة إيه بس يا حبيبتي دلوقتي؟ أنا كنت في اجتماع. علي ما تجننيش، اجتماع بالبرنس؟ ما أنا كنت في اجتماع مع محمد كريم. وإيه ده يا علي؟ مفيش، الراجل كان وحشه جايبه صعده. إنتوا اتحسدتوا يا جماعة، إحنا هنسهر فين الليلة؟ هننبسط إزاي؟ مش عارفة. ياسمين تحبي تروحي فين؟ اوكي حصلونا على هناك. نايس تشويس. نايس تشويس ايه؟ يلا بينا عشان نبقى كابلز. كابلز ايه؟ على فين اصلا؟ الحق غير عشان نحصلهم بقى. ايه يا بت يا معالي ده؟ ايه الصور دي كلها؟ انا عارفة، ابويا مغرق لي الاوضة بصور سارة سلامة، شكلها مجنناه. خلي بالك، احنا لما نتجوز بقى مش هنقعد في المول اللي انت عايشه فيه ده، لا هيقولوا عليا ايه؟ بيئه. انت تأمرني امر. بحبك ياد، بحبك، ومفيش حاجه في الدنيا دي كلها هتفرقنا عن بعض. ونفرقونا يا معالي، شوقي وشوقك هيتقابل ونجمعونا، نرجع نلالي في ضي الامر ونحوطونا. عيش العصفوره يا حوين. انا خلاص يا نبيل مش قادر اعيش الحياه دي. علي ياسمين عايزه فشار. خدي الفشار كله يا ياسمين. اهو الصوت لو سمحت، مش عارفين نتفرج. معلش يا استاذ، احنا اسفين جدا. علي انت اللي مصعبها على نفسك، انت ممكن تعيش الحياه عادي، شغلها اشغلها في اي حاجه. علي ياسمين مش شايفه الفيلم من اللي قدامها. دي ايه السوداء؟ لو سمحت يا استاذ معلش، ممكن تنزل تحت شويه عشان ما فيش حد وراك اصلا عايز يشوف. بص يا علو، انا عندي حل ظريف لطيف، شغلها اوفيس بوي في الشركه، ترتاح وتريحك وهتتحيح. ايه ده؟ ليه كده؟ عشان الحيوان ده بيتحرش بياسمين. انت جننت يا استاذ؟ تتحرش بياسمين؟ ياسمين مين؟ احنا اسفين. اسفين دي تقول يا ياسمين؟ تعالي هنا. لا 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 نسرق ليالينا في شوق السمر ونفرقونا، قلوبنا تلاقي بعض في أي مكان ونهشونا. خلاص بقى يا زبالة، ما تطلعش عين أمي. أنت سنجفتي حياتي، سنجفتي حياتي من ساعة ما دخلتيها، من ساعة ما فتحتي بكبورة قلبي ورحتي نطة جواها طرطشت على مشاعري من غير إساءة أدب مني. هو انضربونا ليه؟ ليك أنت؟ إيه اللي جابك هنا؟ أنا إيه اللي جابني يا حيوان؟ لا لا لا. الكلب ده ما اشوفوش هنا تاني، واعملي حسابك بكره الصبح هتستلمي شغلك الجديد. ما تلعبيش في حاجه يا زفته. يا علي خليك معايا وخلينا في مشاكل الشركه، الديون تراكمت علينا والسياحه واقفه. انت عارف المستثمر اللي كلمنا الشهر اللي فات؟ وسام باهر لسه عنده استعداد يشاركنا. انا بقول نقبل الشراكه او هناخد منه قرشين نسدد بيهم الضرايب والديون. وانا بحكم شغلي عرفت ان وسام باهر ده بيموت في النسوان، فاحنا هنعمل حفله فيها كل النسوان كافه الاحجام والاشكال على كام شخصيه محترمه كده، ونزنقه في الحفله دي انه ما يمشيش الا وهو ماضي. وانا عمال اسال نفسي، انت شغلتك ايه في الدنيا؟ اتاريك طلعت سمسار نجاسه؟ يا نجس. مهندس علاقات. اتنيل. استاذ وليد. طبعا خليه يتفضل. اهلا 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 اهلا. وليد يا جماعة صديق الطفولة وقبطان قد الدنيا، ده غير ان عنده شركة تنظيم حفلات كبيرة. وايه كمان يا ولدة؟ مش وقته والنبي علي، انا ده خطيبتي ما رجعتش من ساعتها،
انا قلقان اشوف لي حد من تبعك يدور عليها. ما تقلقش خالص خالص نبيل، لو سمحت ما تروحش بيتك الا لما تلاقي له خطيبته. تحت امرك علي بيه. متشكر قوي علي. انت بتشكرني؟ عيب يا ابني، انت اخويا. ازعل والله. ابن حلال اهدينا لقيناها لك اهو. يعني تعبناك يا بلبل. اسرع دليفري في مصر. احيي. وحياة امي لربيها. ايوه كده علي، اديها على بوزها. اتلم يا عم الشيطان انت يا ابن البنت غلبانه. وحياة امك يا معالي، لا هخلي كل حته في جسمك لون عشان اللي بيحصل فيها ده حرام. خربت عليك عيشتك. عدتوها زعبول. كفيني يا برقال الجلب شنبات من غير كلبشات. وديني اللي ما هيتلم سقف الله الاول خلقت امه والدم. انت بتعمل ايه يا انت؟ ايه يا زومبي؟ يا ريت اللي قلته في العربية ده يفضل سر بيننا. كده تلعب النار زعبول. ايه؟ ما بتردوش ليه؟ هتقوله؟ انت عارف المعلم عوق لما بيزعل. شغل العوج والتشنجات ده ولا بياكل معايا بتاتا. في لحظة السر الالهي بتاع كل واحد فيكم اسحبه منه على الفوري واهبط بيه بسلام في جنة الخلد. عشان مش انتوا شوية بلاليس اللي هتيجوا تلطوني على اخر الزمن وتخلوني افرز عشان ابرز. بنت زعبولة بيهيف. يو ار ا جود جيرل. بس يا بابا. لا انا ابوها بجد يا جماعه، مش زي ما انتوا فاهمين. طب يرضيك زعبولة واكل على المعلم 132 جنيه ونص قسط الموبايل بتاع الواد زباله. يعني كل الموضوع ده عشان 132 جنيه ونص؟ اتفضل يا سيدي فلوسك اهي، وخلي الباقي علشانك. عداك العيب. وانت يا زعبولة المعلم بيبلغك حظر تجوال الحاره والكباريه وبيت الواد زباله فينش. كسرتي حاجات ب 100,000 جنيه عشان 132 جنيه ونص. اطلعي بره، مش عايز اشوف وشك تاني يا معالي. بره. طب حاسب كده بتعمل ايه يا علي؟ هتتحبس. احسن ما تقتل عشان 132 جنيه ونص. غوري بقى غوري. ايه اللي معادك هنا؟ انا مش قلت تمشي ما اشوفش في وشك تاني؟ يا عم بالراحه عليا، بس انا ما لقيتش حته اروح، والحاره دلوقتي لبش، وبعدين الوقت اتاخر وما لقيتش حته تلمني. فجاه بقيتي محتاجه مكان يلمك؟ ما انت مرزيه في الشارع طول عمرك. انا ما كنتش مرزيه في الشارع بخطري، الشارع اواني والهم رباني. كنت فين انت لما كنت بنزل اجري على لقمه عيشي؟ كنت فين انت لما الجوع كان بيقرص فيا اقول لنفسي استحملي يا بت زمان ربنا شايل لك اللحظه؟ كنت فين انت لما صبرت واستحملت وكلاب السكك ما سابتنيش حالي وما لقيتش الا الكباريه بس هو اللي يلمني؟ يا بنتي ما تقولش يا بنتي. كنت فين انت وانا مرميه بقالي 20 سنه في الشارع يا علي؟ كنت في اعدادي. معلش بقى شهاده. اسمعي، الاسبوع اللي جاي عندي حفله مهمه، اديكي قرشين تجيبي لك هدمتين نضاف كده عشان ما تفضحيناش. سامعه؟ ده ايه اللي يخش ينام جوه؟ تكميله قبض مهزق ملكش كلمه. صحيح ايه ده؟ اتكل على الله. يلا ربنا يسهلك. يلا بره. ايه ده؟ ايه يا نبيل؟ ايه يا نبيل؟ ايه بابي؟ ايه بابي؟ ايه؟ معايا
ايه القرف اللي انت لابساه ده؟ انت جايبه اللبس ده منين؟ يا عم مش هنقول لك، وبعدين مش فاهمك انت. علي وسام بيه عايز يسلم عليك انت وبنتك. وادي النيله السوداء. معلش اسمها يا بنت انت، اي حاجه يقولها لك ما ترديش وتبصي في الارض وتضحكي ضحكه خفيفه كده وانا هقول له معلش، اصلها بتتكسف. سامعه؟ حاضر. ربنا يستر. تعالي استنى انجاجيك بس بالريش. وسام باشا اي بنت تعجبك ما تستأذنش، مد ايدك على طول. وبعدين عدم استئذان سعادتك شرف لينا كلنا. وسام بيه شخبطه اولاد سعادتك تخطي